من معلمة للغة الإنجليزية إلى صاحبة محل للعقيق والفضيات هنا بالعاصمة صنعاء. استطاعت فيروز أحمد ورغم القيود الاجتماعية أن تشق طريقها وبقوة في مجال التجارة. مشوار استغرق 4 سنوات وفي ظل حرب اضطرت ككثيرين إلى غلق محالهم. أنا عندي لا الوضع انتعش لأنه أقارن بتدريس كنت أشتغل 30,000 فهمتني؟ أقارن بما كنت أحصل زمان أقول الحمد لله يعني مستورين. أنا أسرتي صح عايشين ما نحرش أحد. مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في جذب كثير من الزبائن إلى متجرها. شمسان التويتي واحد من هؤلاء. أنا سمعت عنها وشاهدتها في الفيسبوك واليوتيوب أن منتجاتها روعة واعتبرها يعني أول يمني نجحت في هذا المجال. لأكثر من 10 ساعات يوميا تعمل فيروز في محلها هذا لإعالة أسرتها المكونة من أكثر من 20 فردا. مثلما كسرت القيود المفروضة على مهنة تجارة العقيق تعمل فيروز على كسر حواجز التصدير والبحث عن سوق خارجي لبضاعتها. نبيل اليسفي، العربي، صنعاء.